مساء الخير إياد. هلا مساء النور أستاذ. بشكرك عشان جيت معانا اليوم على القناة تبعتنا على اليوتيوب في فترة الصوم الأربعين، وهلا احنا فخرنا طبعا اخوتنا التي بلشوا في أسبوع الآلام أول عتري. نعم. فبمناسبة أسبوع الآلام يا ريت تحكي لي أسبوع الآلام أول شيء في العادة هو وين أنت ببلش وإيش المراحل اللي بنمر فيهم في خلال أسبوع الآلام؟ اولا نقطه مهمه جدا انت ذكرتها، قصه اسبوع الالام. نعم هو اسبوع لالام المسيح، ولكن يفضل ان يسمى الاسبوع العظيم، لانه في الوقت اللي هو اسبوع الام هو اسبوع القيامه والحياه، هو الاسبوع العظيم الذي به تمت عمليه الخلاص، تم فيه عيد الاعياد وموسم المواسم. عشان هيك مدروج بين الناس أسبوع الألام، ولكن أفضل إذا إحنا بنسميه الأسبوع العظيم، الأسبوع المقدس. هلا حقيقة الأسبوع العظيم بيبدأ من السبت قبل أحد الشعنين، أو حتى يوم السبت هذا بيكون يعني مقدمة الأسبوع الألام وخاتمة للصوم الأربعيني. يوم الجمعة قبل سبت إليعازر بيكون آخر يوم في الصوم الأربعيني، وبندخل في أسبوع الألام اللي برضو صوم، بس هذا أسبوع العظيم. هلأ سبت إليعازر بيكون مقدمة بمعناه الروحي وبمعناه التاريخي، لأنه أولا سبت إليعازر أو قيام إليعازر من بين الأموات بتشرح لنا أنه أو بتعطينا بصورة رمزية قيامة المسيح اللي راح تصير. ثانيا المسيح في أحد الشاعنين دخل كملك منتصر على القدس بسبب إقامة إليعازر، يعني الناس انبسطت وكيفت وطاردت، لأنه هذا الشخص كان خارق وقوي بحيث أنه أقام إليعازر اللي كان له 104 أيام. فبالتالي من ناحية تاريخية ومن ناحية عادية يعني هو مقدمة للأسبوع دخول المسيح إلى القدس اللي بعدها راح يصلب ويقوم، وبشكل روحي هي نظرة لإلنا على إنه يسوع راح يكون زي ما إليعازر أقيم من قبل يسوع. إذا هذا أول يوم في أسبوع الألام أو الأسبوع العظيم. كمان لفتة حلوة إنه يسوع حكى قصة إليعازر والغني، وفي قصة إليعازر والغني بذكر الغني لإبراهيم إذا منذكر إنه ودي إليعازر لأخوتي عشان ما يصيرش فيهم زي ما صار فيه. فكل إبراهيم بكله عندهم موسى والأنبياء. مجرد تأمل روحي بسيط، يعني مقارنة بسيطة، إنه اسم الفقير إليعازر وطلب إقامة إليعازر، وإبراهيم شدد على إنه حتى لو قام إليعازر هم مش راح يآمنوا. وبالفعل كانت لفتة إنه إليعازر قام ومع ذلك هم لم يؤمنوا. فالمثل حقيقة اللي قالوا يسوع قالوا مش مجرد اسم ولفظ، قالوا بصابت معرفة انه راح يكون إليعازر وهم مش راح يأمنوا وهم راح يصلبوه كمان. هلا طبعا بعد إليعازر بيجي حد الشعنين، دخول المسيح الى اورشليم على جحش ابن اتان كملك منتصر كاله. بدخل لولاد الناس بيشلحوا ثوابهم وحطوهن قدام جحش ابن اتان، بيحملوا اللي احنا هلا بنحمل الشعنين، هم بيحملوا سعف النخيل، وبدخلوا هم يصلوا ويرتلوا وصلنا في الاعالي مبارك الاتي باسم الرب. وبدخل يسوع المسيح على اورشليم كملك منتصر، وهناك بتبدا اسبوع او المشاكل بالضبط واسبوع العظيم. هلا بعدها بيجي يوم اثنين والثلاث والاربعة بنسميهن الختن. الاربعاء يقال له اربعاء الزيت، رح نحكي ليش. الخميس يقال له خميس الصلب، والجمعة بنسميها الجمعة العظيمة، والسبت سبت النور، والاحد القيامة، رح نفصلهن شوية شوية. طيب الخص اللي بديت تحكي فيه انه اسبوع الالام هو شو ببلش من سبت إليعازر اللي هو وقت ما المسيح برهن على لاهوته وأقام إليعازر بين الأموات، وإنه هو كان شبه أو في وصلة بين قصة إبراهيم وإليعازر وبين قوم إليعازر من بين الأموات، إنه هم حتى لو قام مش رح يؤمنوا. ما آمنوا. شو المرحلة الثانية؟ كانت الشعنين، أحد الشعنين
اللي الناس اللي استقبلت المسيح هو في طريقه لأورشليم بسبب انه اقام العظم. في بس لفته حلوه على احد الشعانين، هي قصه رمزيه ولكن قصه تؤخذ منها العبره، عن جحش ابن عتان والليله ليله احد الشعانين. فالجحش في الاسطبل وكل الحيوانات موجوده والحصن اللي موجوده، طبعا حصن العسكر جيوش الرومان. فالجحش بكل باقي الحيوانات بكلهم، يعني تخيلوش انتوا اليوم الناس كانوا يعني محترميني ويحطوا تحتي لبسهم ويطعموني في سعف النخيل، والكل يغني لي والكل يزكف لي وانا داخل، شو انا مبسوط يعني، انا بكيش في زي اليوم في القدس. فبطلع حصان من حصن الجنود بكله، يا جحش مش إلك للي كان راكب عليك. فكثير مرات احنا بنفكر يعني انه الموضوع عشاننا، انا بسوي الاشي عشاني، انا بسوي الصدقة عشاني، انا بسوي الصلاة عشان الناس تشوفني عشاني، الموضوع مش عشاني، عشان اللي انا حامله في قلبي. فمجرد لفتة حلوة يعني، ما لهاش خاص باسبوع الالام، بس لكن مجرد لفتة حلوة. اوكي نكمل يوم الاثنين اللي هو ختن، حكيت عنه. ختن، اولا كلمة ختن معناها العريس، يسوع المسيح هو عريس الكنيسة زي ما بيحكي لنا بولس في رسائله. وبالتالي كعريس للكنيسة، كعريس الكنيسة او عروس الكنيسة بمعنى بيموت عنها. فهو الختن، هو العريس. ومهم جدا هنا احنا نتذكر انه في هذا اليوم من هلا لحد احد القيامة بنبلش احنا نعكس، لانه الدنيا نفسها انقلبت، الدنيا نفسها انعكست، الدنيا نفسها صارت غريبة. شو السبب؟ لانه تخيل الاله القائم من بين الاموات ميت، او قصدك الاله الحي، الاله اللي حيكون بين الاموات، الاله الحي ميت. تخيل اله النور في الظلمه، فالموضوع غريب، الموضوع اصلا ما فيش منه، فيش له منطق. وبالتالي احنا برضو في الكنيسه بنقلب معاييرنا. فصلاه السحر بنصير نسويها في الليل اللي صلاه الصبح مفروض، وصلاة الغروب اللي هي في الليل بنصير نسويها الصبح. نقلب معايير صلواتنا زي ما الدنيا كل معاييرها مقلوبة، بحيث انه الاله اللي ناهض من بين الاموات، او اللي راح ينهض من بين الاموات، الاله الذي لا يسعه الموت، الاله اللي هو اصلا واهب الحياة، الاله اللي هو اصلا الحياة، الاله اللي هو اصلا النور، هلا راح يكون في الظلمة، هلا راح يكون في الموت، في هذا الاسبوع راح يكون هنا. منبلش يوم الاثنين، ولكن من نركز سحرية اثنين اللي هي صلاة يوم الاثنين الصبح تعمل الأحد في الليل. وفي هذه الصلاة احنا بنتذكر شغلتين في الكنيسة. الأولى بنتذكر يوسف الصديق، يوسف النبي اللي في العهد القديم، اللي أخوته باعوا للمصريين، أخوته باعوا للغرباء، زي ما المسيح اهله اللي هم اليهود راح يبيعوه. وفي نفس الوقت كرمز، وفي نفس الوقت احنا راح نتذكر التينه اللي لعنها يسوع، التينه اللي لعنها يسوع يوم اجى عليها القصه ولكاها يعني خضره بس فيش فيها ثمر، هي رمز للشعب العبراني لليهود اللي أجا يسوع وما لاقى في ثمر، فلعنت التينة. عشان هيك حتى إحنا منرتل منقول إن المسيح بتينة قد شبه محفل الأمة العبرانية، بما أنها غدت خالية بالكلية من الأثمار الروحية ويسبها بلعنة، فلنهرب مما أصابها من مثل هذه البلبلة. فبشافعات يوسف الكلية الحسن، أيها المسيح الإله ارحمنا. فهذه يوسف، نعم يوسف الكلية الحسن اللي هو يوسف الصديق. فهذه منبلش احنا بصلوات الختم اللي هي صلوات خشوعية، منرتل فيها الترتيلة المشهورة، ها هو ذا الختن ويأتي في نصف الليل،
طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا. هذه الصلوات اللي احنا بنبلش نتحضر فيها للختن اللي عماله راح يصلب عنا ويقوم عنا ويحطم الموت. هلا احنا بنتذكر فيه وبنتذكر بعض الشغلات في كل يوم من الايام، بعض الشغلات اللي عمالها بدها تصير او الشغلات اللي في العهد القديم او في اعمال يسوع اللي عملها. فهذا بالنسبه ليوم الاثنين. خلصنا يوم الاثنين. هلا بالنسبه ليوم الثلاث، بالنسبه ليوم الثلاث لا زالنا بنصلي بصلوات اللي بنسميها صلوات الختن، اللي هي صلوات العريس، صلوات التحضير لانه العريس اللي راح يفدي الكنيسه. ولا زلنا بنتذكر بعض الامور اللي بتفيدنا في القيامة. هنا يوم الثلاث الكنيسة زي ما هو عندنا بالسنكسار بتتذكر العشر عذارة، اللي المثل اللي قاله يسوع العشر عذارة، اللي خمسة عاقلات وخمسة جاهلات. خمسة العاقلات اللي عطن زيت، والخمسة الجاهلات اللي نسن الزيت. وبالتالي الكنيسة ببساطة في لها تفسيرات كثيرة، وزي ما اتناقشنا وياك القديس يوحنا الذهبي الفم بيحكي مش بس العذرية ولكن الرحمة كمان والصدقة. ولكن كمان شغلة الكنيسة بتذكرنا، وهذه نقطة مهمة، أن نكون كالعاقلات، لأننا منعرفش وين تبيجي الختم، وين تبيجي العريس. وبالتالي الكنيسة بتحثنا على أن نكون أذكية، نكون جاهزين، نكون مستعدين ليوم الختم. هذا بالنسبة ليوم الثلاث العظيم. أوكي. المقدس. يوم الأربعة. يوم الأربعة. هلا برضو الأربعة بتسمى في الختن يعني. صلاة الختن يوم الأربعة، هذا اللي بده يتسوى الثلاث في الليل لسه. أوكي. فاهم شو؟ لسحرية الأربعة. السحرية الأربعة اللي بتتسوى يوم الثلاث في الليل. وهنا بالكنيسة إحنا بنتذكر المرأة الزانية اللي أجت وكسرت الطيب او سكبت الطيب ودهنت في راس يسوع. هلا هنا اول شيء بس ملاحظه بسيطه، القديسين بميزوا بين انه في امراتين دهنن راس المسيح الطيب او دهن المسيح الطيب قبل 6 ايام من القيامه، يوم اقام اليعازر مريم اخت اليعازر عملت هذا الموضوع، وقبل يومين من قبل يومين من التسليم، من التسليم المراه الزانيه، وهي غير عن مريم. في كثير ناس بيقولوا مريم هي المرأة الزانية، لا، مريم كانت من أصدقاء يسوع وكانت من اللي يسوع قريب منهم. لو كانت زانية كان بجوز يسوع أحبها ولكن نصحها على أنه تبعد عن الزنا، ولكن لا، هو كان قريب منهم وقريب من العازر، وما عمره ذكر أنه مريم كانت زانية. بالعكس هي كانت بتول وهي امرأة قديسة. فالمرأة الزانية غيرها، واللي المسيح سمحها وللتضحية تبعتها بالطيب ذكرت وستذكر زي ما يسوع بكلنا. فهنا هي محطوطة عشان تذكرنا بهذا الحكي، وعشان تذكرنا بالتضحية اللي هي ضحتها، وعشان تذكرنا بالوقت، لأنه هو عمليا هذا يعني هنا وقت المرأة الزانية، وهل هنا أجت ودهنت رأسه قبل يومين. وهلا بيجينا هذا لحد هنا يوم الثلاث في الليل، صلينا سحرية الأربعة يوم الثلاث في الليل. هلا بيجي يوم الأربعة من الأسبوع العظيم المقدس، كثير مرات بسموه أربعاء الزيت. ولكن في خلال التقليد الطقسي صلاة تقديس الزيت وصلاة المسح بالزيت هي صلاة تعمل في أي وقت، هي مش بس خاصة بهذا اليوم، ولكن اشتهر في الكنيسة انه الناس في هذا اليوم بتسوي صلاة تقديس وبتيجي تدهن بالزيت لانه بيكونوا صايمين وبيعترفوا عشان المناولة. ولكن هو الزيت مش جزء من الخدمات الطقسية تبعات الألام، عشان هيك حتى مثلا الروس الأرثوذكس واللي هم زينا زيهم بالضبط، هم جزء من كنيستنا، ما بيعملوش الزيت. عامة يوم الأربعاء تعمل كمان صلاة ختم يذكر فيها يهوذا الخائن، يعني هو الخائن بالضبط. وفي هذه الصلاة من رتل ترتيلة حلوة اللي بتقول بينما كان التلاميذ المجدون في غسل العشاء مجتمعون، كان يهوذا الخائن الذي بمحبة الفضة
أظلمة. فكثير هذه ترتيلة مشهورة بيعرفوها اللي باللي صلاة الأربعة. نعم، هاي عندما كان التلاميذ المجدون في غسل العشاء مستنيرين، حينئذ يهوذا الرديء العبادة، أي ترجمة ثانية بس نفس الشيء، بمحبة الفضة مرض وأظلمة، وللقضاة العديمين ناموس إليك أيها الحاكم العادل دفع وسلم. يا عاشق الغنى، بذكرنا إحنا إن اللي بحب الغنى زي يهوذا، إلى الذي من أجله احتاج إلى الشنق. خلينا نتطلع إلى اللي احتاج إنه ينشنق ينشنق. أهرب من النفس التي لا شبع لها، التي جسرت بمثل هذا على المعلم، فيا من هو فوق كل صلاح يا رب المجد لك. هلا هاي تصير يوم الأربعاء، وكمان يوم الأربعاء من تقليد كنيستنا الرومية الأرثوذكسية، ولكن مش الروسية مثلا، مش الرومانية، الروم بس اللي بيعملوها، تعمل صلاة الزيت وصلاة الدهن. لا هيك بيكون خلص يوم الأربعاء، هيك بنخلص احنا صلوات اللي بنسميهم صلوات الختم اللي بيكون اخر يوم الأربعاء. الخميس بعده بيكون ايش؟ هلا يوم الخميس كمان، واللي طبعا صلاة الأربعاء هي سحرية الخميس احنا عملنا. يوم الخميس يذكر كثير شغلات، او اربع شغلات. اول شيء يذكر يهوذا الخائن، يذكر غسل الأرجل لأنه المسيح غسل الجن تلاميذه، يذكر العشاء الأسراري وصلوات التقديس، ويذكر الصلب. فأربع شغلات تذكر في يوم الخميس. الناس كثير بسموه خميس الصلب، ورح نعرف ليش، بس خلينا أول شيء نحكي شوية عن غسل الأرجل. بتصير صلاة هذه عامة حسب التقليد الأرثوذكسي بيعملها الأسقف، ولكن بعض الناس حتى الكهنة بيعملوها صلاة بسموها صلاة غسل الأرجل، بحيث أنه الرئيس أو الأسقف أو البطرك بشلح كل ثوبه كإنسان وتاجه كله وكل الحكي، وبحمل بشكير وبلف بخص الإجرين اللي أقل منه رتبة كهنة. رمز هلأ عامة هي بتصير البطرك بيعملها للكهنة. في بعض الكنائس الأرثوذكسية أنا شفت إنه بعض الكهنة بيعملوها كمان بغسل الجرين العلمانيين، فاهم شو؟ ولكن هي دارجة أكثر خصوصا عندنا هنا بفلسطين، حيث إنه سيدنا البطرك هو اللي بنزل بغسل الجرين الكهنة، واللي هم طبعا أقل منه رتبة، ولكن مش أقل منه، ممكن هم يكونوا قديسين ولا طبعا هذا مش يعني فاهم. هو بنحكي من ناحية من ناحية رتبة كهنوتية، إحنا بنحكيش على رتب ثانية. فهذه غسل الأرجل حقيقة اللي بيصير عندنا هنا في القيامة بتصير عن جد زي مسرحية يعني. وقت ما يقرأ الإنجيل، شخص بيطلع بيقرأ، بيبدأ في قراءة الإنجيل، البطرك بيحكي كلمات يسوع، شخص بيحكي كلمات بطرس، فهي بتصير كمسرحية بتعيد الحدث اللي صار في هذاك الوقت، بحيث إنه بتجسد فكرة القديس أغناطيوس الأنطاكي إنه الأسقف هو أيقونة المسيح، فكيكون المسيح بأخذ دور المسيح وبغسل. هلا اللي مشهور عندنا هنا كمان أناجيل الصلب، أو يوم أناجيل الصلب، واللي هي عمليا سحرية الجمعة. المسيح بيسموها خميس الصلب، وهنا صار عندنا لبس، لأنه حسب الإنجيل يسوع ما نامش على الصليب، ما انصلبش الخميس في الليل ويوم الجمعة نزل. انصلب يوم الجمعة. هو انصلب الجمعة الصبح. والجمعة العصر. أو العجيب. أو الجمعة الساعة أظن الساعة السادسة، الإنجيل بيحكي صلب، الساعة التاسعة صارت الدنيا كلها ظلام. الساعة السادسة. أنت قصدك التوقيت تبعنا، لأنه في إنجيل بيحكي عن توقيت زمان. لا ما هو الإنجيل الساعة السادسة. حسب إنجيل زمان اللي هي الساعة 12 الظهر عندنا، والساعة التاسعة وقت ما تقل بعد الظهر، اللي هي 3 بعد الظهر. فيما صار عندنا ظلمة كانت الوقت 3 بعد الظهر، كانت عز الظهر يعني. هلا ليش احنا بنعملها الخميس في الليل؟ لأنه هذه كمان سحرية الجمعة كمان مرة.
وعشان لسبب كمان منطقي وعملي انه احنا ما بنقدرش نعمل كل الصلوات يوم الجمعه لانه هذه صلوات طويله فبنعملها في الخميس الليل. في صلاه قراءه الاناجيل هي عمليا صلاه سحر، اللي بيعرف تقسيم صلاه السحر هي صلاه سحر، ولكن يضاف لها بين اقسام صلاه السحر قراءه 12 انجيل. هذول 12 انجيل هن قطع من الانجيل المقدس، من الاربع اناجيل الموجوده عندنا، قطع اللي بتحكي عن الصلب. يذكر كل شيء مكتوب، كل شيء كتبه الانجيلين الاربع عن الصلب في هذول 12 قطعه من الانجيل. هذه من اطول الصلوات اللي احنا بنعملها في الرعايه. طبعا الرهبان عندهم صلوات اطول، وبس بنتذكر فيها كل شيء حكى عن الصلب من البدايه الى النهايه 12 واحد. هذا هيك بيكون ختام يوم الخميس. هذا ختام يوم الخميس. الجمعة الصبح سحرية الجمعة. اللي سحرية الجمعة؟ لا، يوم الجمعة الصبح هي بتكون غروب الجمعة. غروب الجمعة. غروب الجمعة. غروب الجمعة اللي هي بتصير خدمة إنزال الجسد، اللي هم عمليا بأخذوا الجسد، جسد الرب يسوع المسيح، وبنزلوه، بتصير صلاة. صلاة كثير حلوة. أنا مش عارف ليش للأسف عندنا هنا في فلسطين مش كثير مشهورة. الناس بتحب الصلوات اللي بتيجي بعد الظهر. سمعت الكلام. بتجيش يعني على شو اسمه، ولكن بس بيجي يعني، بس مش زي بيجي طبعا بيجي يعني. الصلاة تبقى ملانة بس تبقاش مكتظة. في الليل بتكون مكتظة. هلا في صلاة الجمعة هذه خدمة إنزال المسيح عن الجسد، أو صلاة الساعات، يقرأ ويرتل، وعمليا هي تذكار لإنزال جسد المسيح من يوسف الرامي ونيقوديموس، اللي هم أنا مرة هيك بسمع للبابا شنودة وعظة، فالبابا شنودة بيحكي كديش إنه في ناس في الإنجيل عملت عمل عظيم ولكن هي ذكرت في آية فقط، زي يوسف ونيقوديموس. يعني ما حدا بتذكرهم كثير، ولكن هم هذولا اللي حملوا في ايديهم الاله ودفنوا. فتخيل قديش هم يعني رتبتهم شريفه وعظيمه في السماوات. هنا الجمعه، والجمعه صلاه كثير مشهوره بيعرف عنها كثير الناس، في اللي هي العصر بتيجي، اللي هي بنسميها صلاه الجناز، واللي هي كمان صلاه سحر، ولكن يضاف فيها ثلث اجزاء مهمه جدا، مشهورة جدا في التقليد تبعنا ومشهورة جدا في البلد، اللي هي تقاليد الجناز، يا يسوع الحياة في قبر موضعته ونعظمك، واللي هي حقيقة من التبيكون عدد كبير عمره ما حدا بذكرها كلها، احنا نقتطع منها ونصلي جزء منها لنا كبيرة، ولكن هي صلاة حقيقة رائعة جدا. الجمعة العصر سحرية السبت. بالضبط، هي سحرية السبت. يرتل فيها جناز يسوع، بمعنى الجناز لأنه هو كإنسان جنز ودفن. وبنحط فيها الجسد في وسط الكنيسة، في زي قبر بعد ما يدور في الكنيسة. فهذه الصلاة مشهورة، كثير ناس بيجوها. وإذا يعني إذا نطلع شوية على قصة يا يسوع الحياة وعلى هذول الترتيل، ويا ريت الناس وهي ترتل فيهن ما تأخذهن من ناحية عاطفية فقط، لأنه هن حقيقة فيهن معاني روحية ومعاني لاهوتية، يعني بتلخص كل اللاهوت، بتلخص كل اللاهوت. يوم يقول لك غبت تحت الأرض كحبة من حنطة، وأصعدت الساقطين منذ الدهر ناقلا إياهم إلى السماوات. بحكي عن الخلاص. رفعت الأحياء إذا رفعت على العود، وبعثت المدفونين تحت الثرى لما صرت طيه يا كلمة. يوم في منقول إن السرافيم، وهذه أنا كثير بحكي عنها، اللي بيحاول أو بيحاول دائما يسأل كيف الله مات؟ هذه يبقى هذا مش الله، يبقى هذا انتم بتضحكوا علينا. الموضوع لا يفسر.
الموضوع لا يفسر. فاحنا مرات نقول ان السرافين حتى الملائكه في السماء قد ارتعدوا، يعني ارتعدوا بمعنى انهم يعني تعجبوا نكزوا، يعني انه شو اللي بيصير عماله، اذ شاهدوك في الاعالي مع الاب بلا انفصال. انت موجود انت كاله في الاعالي مع الاب بلا انفصال، وفي الارض اسفل ملقى ميتا. يعني في نفس الوقت انت الله في السماء مع الاب بلا انفصال، وفي نفس الوقت انت على الارض ملقى ميتا. يعني كلماتها رائعه جدا، انا بديش ادخل فيها كثير، راح نحكي عن نزول المسيح الى الجحيم كمان شويه، ولكن رجاء يعني للي بيحضر هذه الصلاه وبيصليها يتامل في معانيها ويتامل في الكلمات اللي مكتوبه في هاي التراتيل، انها كد رائعه، وهالكد لاهوتيه وهالكد زخمه. وعمليا طول السنه بتجيش على الصلاه قد ما بيجي على الجمع العظيم. نعم، مش من المجموع يعني بالنسبه للعدد. طبعا فهي فرصه، هي فرصه حلوه انه احنا نتامل في اللي عمله يسوع. هلا بعد الجمعه اللي هو سبت النور، سبت النور طبعا عندنا في فلسطين هون سبت النور بيكون شويه خاص، لانه عندنا احنا القيامه، وبالتالي بتصير المعجزه بتصير سنويا اللي هي معجزه النور المقدس. وقصدك كثير خاص مش شويه خاص؟ كثير خاص طبعا. هلا وقت ما انا كنت عايش بامريكا ما كانش يعني ما كانش عندهم هذا الحكي، يعني كانوا يفتقدوا، كانوا الروم ما فيش عندهم شيء اسمه سبت نور، لانه سبت النور بصير هذا وبصممش مش النور لامريكا، يعني النور بجوز يصل لسوريا للاردن لليونان لقبرص، بعرفش اذا بصل روسيا اذا في طيارات خاصه توصل روسيا. انا بعرفش بشوف بس في طيارات لرومانيا، واللي بعرفه في 14 دول الصراحه، بس مين هم؟ ممكن ممكن، ولكن هذا عندنا خاص واحتفاله خاص النور، لانه احنا في البلد اللي كان فيها، ويا ريت لو احنا نتذكر هذا الحكي. ولكن هذا السبت المقدس احنا نتذكر فيه نزول المسيح الى الجحيم، وهنا مربط الفرس، هنا اهم شيء. للاسف كثير ناس بيفكروا، وتفكير مش عالي عن الصحه ولكن ناقص، انه يا حرام انجلد عشاني، يا حرام مات عشاني. مزبوط هو مات عشاني، بس مش يا حرام ولا بألامه بس انا شفيت، ولكن بتحطيمه بنزوره الى الجحيم، بتحطيم الجحيم، بتخليصه للذين في الجحيم، هنا بصير الخلاص. ففي هذا الوقت حقيقة في يوم السبت العظيم مفروض انه في مقالة تقرأ، لكن للأسف عندنا هنا بفلسطين تقرأش لطولها، لانه هي حقيقة يعني بجوز بدها ساعتين تمام تنقرأ اذا بدها تنقرأ صح، في بعض التراتيل منها، ولكن خلينا احنا نشوف القديس إبيفانيوس القبرصي شوية، بس نقرأ بعض المقاطع منها ونشوف شو معنات القيامة والألام والصلب لهذا القديس القدوس القدوس لا لهذا القديس إبيفانيوس القدوس هو يسوع. هلا إبيفانيوس بتأمل في بعض الشغلات، فبيحكي عن السكون بعد موت المسيح، عن السكون اللي صار. تعرف يوم الأربعاء والخميس الناس أصلبه وبتصرخ، وعلى كلها نفس الناس، وكثير مرات إحنا المسيحية بنسوي نفس الشيء، نفس الناس اللي زكفوا له وهللوا له يوم الأحد وداخل على على أورشليم، على أورشليم، هم نفس الناس اللي صرخوا وقالوا أصلبه، هم نفسهم أهل أورشليم. وللأسف إحنا كثير مرات وقت ما المسيح يجي على هوانا منزكف له، ووقت ما المسيح ما يجيش على هوانا أو نخاف نتبعه لأنه نستحي من الناس، لأنه اللي هي بقوله لا لا أنا حابة أسوي هيك، لو أنها خطية مش مشكلة، منحطه على جنب كأننا منقول أصلبه. فكثير مرات إحنا منسوي زيهم، نفس اللي قالوا هيك قالوا هيك للأسف. هلأ المهم بعدها صار الصمت والسكون، فالقديس إبيفانيوس بحكي ما هذا الصمت غير المحدود المخيم على الأرض في هذا اليوم،
صمت عظيم هدوء كثير صمت عظيم لأن الملك نائم خشعت الأرض فاستراحت لأن الإله قد رقد بالجسد مات الإله بالجسد وارتعدت الجحيم رقد الإله قليلا والذين رقدوا منذ الدهر أقامهم من الجحيم أين هي الاضطرابات والأصوات والضجة الآثمة المصعدة ضد المسيح أين الجماهير والثورات والجنود والحراس والسيوف والرماح أين الملوك والكهنة والقضاة المقضي عليهم اللي هم اللي قضوا على المسيح القضاة الكهنة رؤساء الكهنة أين المشاعل المضاءة والسيوف والصرخات الفيضوية هذول ما اشرحوا له بمشاعل وسيوف في الليل عشان ياخذوه أين الجماهير المزمجرة والحراس العديمو الحشمة اللي صرخوا هذه أسلوبهم لقد اختفى الجميع لأن الشبعوب بالحقيقة دبرت خططا باطلة لا معنى لها داسوا حجر الزاوية المسيح فتحطموا ضربوا بمكر الصخرة الثابتة لكنهم تلاشوا كالزبدة على مثال الموج الذي يضرب الصخور دقوا على السندان غير المنهزم فتقطعوا إربا إربا رفعوا الحجر على خشبة الصليب فتدحرج عليهم وقتلهم كما قيد الفلسطينيون شمعون الجبار كذلك فعلوا بالمسيح الشمس لكن هذا الأخير حطم السلاسل التي منذ القديم البعيد وقضى على الأثمة والغرباء غاب الإله المسيح شمس العدل في الأرض فنزل على اليهود ظلام كثيف سؤال بطرح نفسه وين أنت في هذا الحكي بتشوف يا حرام المصلوب هو مش شيء بحزن يعني انت بتحكي على واحد منتصر في الاخر بالضبط انت بتحكي على الاله انت بتحكي على اللي تألم طوعا انت بتحكي على المخلص على اللي نزل الى الجحيم فارتعد بوابو الجحيم في هنا كمان اشي ماذا ايضا بنزوله الى الجحيم هل يخلص الاله الجميع بدون استثناء لا لأنه كما على الأرض هكذا أيضا هناك يخلص الذين آمنوا به البارحة رأينا مظاهر ضعف المسيح الخلاصي واليوم نرى مظاهر قوته البارحة عايشنا طاعته واليوم نشهد لسيادته البارحة علامات طبيعته الإنسانية واليوم العلامات الإلهية البارحة لطموه واليوم ببرق لاهوته يشق مسكن الجحيم المظلم البارحة قيدوه واليوم هو الذي يقيد الطاغية الشيطان بقيود لا تنحل نحكي عليها هلا البارحة حكموا عليه واليوم يهب الحرية للمحكوم عليهم بالخطيئة البارحة استهزأ به خدام بيلاطس واليوم رأوه بوابو الجحيم فارتعدوا اللي بيصور لنا اياها القديس واللي بيصور لنا اياها الكنيسه انه يسوع المسيح بموته نزل الى الجحيم اصلا يسوع مات عشان ينزل الى الجحيم ليخلص الذين في الجحيم اذا بنتامل في ايقونه القيامه حتى ايقونه القيامه بيكون يسوع المسيح حامل من ايد شيخ اللي هو ادم ومن ايد ثانيه امراه عجوز اللي هي حواء وبنشوف في معظم الايقونات شخص مربط اللي هو إبليس ومنشوف حوالين الظلمة كفول مكسرة ومفاتيح المسيح نزل حطم الخطيئة لأنه الخطيئة ما قدرتش تسعه لأنه هو بلا خطيئة الجحيم ما قدرش يسعه لأنه هو الله الذي بلا خطيئة نزل للظلمة وأشع فيها النور لأنه هو النور نزل وحطم الجحيم وخلص اللي في الجحيم قبل يسوع المسيح كان فيش خلاص آدم في الجحيم، نوح في الجحيم، هابيل في الجحيم، إبراهيم في الجحيم، كلهم في الجحيم قبل يسوع المسيح منزل للجحيم، فيش خلاص كانوا ناس كويسين صح، ولكن مؤمنين ينتظرون في الجحيم الخلاص ويوم ما أجا حطم الجحيم، تحقيق الموعد
حتى من الجحيم وخلص هذول اللي في الجحيم، لأنه هو القيامة. القديس إبوفانيوس كمان بتأمل وبيقول عن يعني كأنه زي شعر، وهذه على كل عندنا إحنا بتترتل، أعطني هذا الغريب، ترتيلة مشهورة في التقليد البيزنطي على لسان يوسف ونيقوديموس: شيئا واحدا أطلب منك يا سيدي، غرضا صغيرا جئت من أجله، أعطني أن أدفن جسد ذلك المائت الذي حكمت عليه بالموت، جسد يسوع الناصري، يسوع الغريب، يسوع الفقير الذي لا سقف له، يسوع المعلق عريانا، يسوع ابن النجار الحقير المقيد والمعروض في البرية، الغريب المجهول بين الغرباء، المعلق والمزدرى به بالحقيقة. أعطني هذا الغريب لأنه جاء من كورة بعيدة من أجل أن يخلص الإنسان المتغرب عن وطنه السماوي. هنا رمز، إحنا نفكر غريب وهو غريب واللي مات غريب والناس بعاد عنه وكلهم شردوا عنه حتى تلاميذه، ولكن إحنا الغرباء، إحنا المتغربين، هو أجا يخلصنا ويرجعنا لوطننا السماوي. إذا مش هو الغريب، إحنا الغرباء. أعطني هذا الغريب الذي نزل إلى الأرض المظلمة من أجل أن يرفع الغريب، عشان يرفعنا إحنا، إحنا الغرباء، إحنا هذه مش أرضنا، إحنا غرباء في هذه الأرض. أعطني هذا الغريب لأنه وحده غريب بالحقيقة، هو غريب لأنه هو الله، هو الإنسان الكامل، هو غريب عنا لأنه هو بدون خطية، بس بالحقيقة إحنا الغرباء لأنه إحنا اللي دمرنا حالنا وإحنا اللي أخطأنا. أعطني هذا الغريب الذي لا نعرف بلده، نحن المغتربين، إحنا ما نعرفش بلده واللي هي أصلاً بلدنا واللي إحنا تركناها بالخطية. أعطني هذا الغريب الذي نجهل طريقه ومكانه، نحن الغرباء، إحنا الغرباء بخطيتنا نجهل طريقه. أعطني هذا الغريب الذي عاش حياة المتغرب بين المغتربين، هو عاش كأنه مغترب لأنه هو من الوطن هذاك، بين المغتربين اللي أصلاً مش عارفين يفكروا هذه وطنهم وفكروا الخطية هي طريقة حياتهم الصحيحة. أعطني هذا الغريب الذي ليس له هنا ما يسند إليه رأسه، لأنه مش من هنا، يسوع قال إن مملكتي ليست من هذا الدهر، هنا حتى ما ليش محلش يسند رأسه. أعطني هذا الغريب الذي لا سقف له وولد في مغارة كغريب بين الغرباء، أعطني هذا الغريب الذي هو وهو بعد طفل خارج من المذود هرب لكي ينجو من هيرودس. إذا حقيقة إحنا الغرباء في هذا العالم، في هذا العالم إحنا من مش من هذا العالم، والمسيح أجا عشان يرجعنا ونزل للجحيم عشان يرجع الذين في الجحيم منذ الدهر للعالم، للعالم تبعنا مش تبعنا، ملكوت السماوات، للهدف اللي أصلا خلقنا عشانه، لنحيا في ملكوت السماوات، لنحيا التأله، لنحيا مشاركة الطبيعة الإلهية. فالمسيح أجا هنا عشان نرجع ونحيا ما كنا عشانه. بتحب تقرأ شيء في هذول ولا بدك تحكي عن يوم الأحد؟ لأنه أنا في عندي سؤال صغير ممكن إذا تسأل الجواب. خلينا بس في هنا نقطة مهمة، هدف نزوله إلى الجحيم، بس فقرة صغيرة. كيف صار الغير منظور منظور؟ كيف اتخذ الغير الهيولي يعني الغير جسداني جسدا؟ كيف تألم الذي بلا هوى؟ كيف وقف القاضي ليدان؟ كيف ذاق الحياة الموت؟ كيف وسع القبر من هو غير موسوع؟ كيف يسكن القبر من لم ينزل من لم يزل في حضن الآب؟ كيف يدخل باب المغارة من لم يفتح أبواب السماوات؟ كيف يفتح أبواب الفردوس من صان أبواب البتولية مغلقة؟ كيف حطم أبواب الجحيم إلا أنه لم يفتح أبواب العلية حين كانت توما ينتظره؟ كيف فتح للبشر أبواب ملكوت السماوات إلا أنه
ترك أبواب القبر وأختامه تفتح من نفسها. كيف أحصي مع في عداد الأموات من هو حرا بين الأموات؟ كيف يأتي النور الذي لا يغرب إلى الظلمة والضلال؟ أين يذهب؟ أي هذا الذي لا يستطيع الموت أن يدركه؟ ما هو السبب؟ ما هو السبيل؟ ما هو هدف نزوله إلى الجحيم؟ ربما ينزل ليرفع أخانا في العبودية آدم المحكوم عليه. حقا إنه يسير بدون شك يطلب المجبول أولا الخروف الضال، ويريد أن يفتقد هؤلاء القابعين في الظلام وظلال الموت. يسير بدون شك ليحرر من الآلام لا مقيد وحواء معه، وهو الإله وابنها في آن. إذن هو نزل يحرر من هم في الجحيم، من آدم وذريته، كل الأنبياء، لأنه مش حدا كان قادر يخلص حاله من الجحيم إلا المسيح. فهنا بس هنا ننتقل للقيامة اليوم الأحد. اليوم الأحد هنا مر، هنا النقطة، يعني هنا أهم شيء. بس بضطش إحنا نطلع أسبوع الألام هو أسبوع القيامة، بس مش نطلع على أسبوع الحزين هو أسبوع العظيم، هو أسبوع الفرح، هو أسبوع القيامة. يسوع قام، يسوع انتصر على الموت، الطبيعة البشرية انتصرت على الموت في شخص يسوع المسيح. بطل في شيء اسمه أبواب الجحيم، بطلنا إحنا مربطين من الجحيم ومن الخطية، صار عندنا حرية الإرادة، صرنا نقدر نختار المحبة، الخلاص، الإيمان بيسوع المسيح، أو الخطية، صار خيارنا، بطلنا مربطين. فالأهم مش الصلب، الأهم القيامة، ولكن الصلب هو طريق القيامة. القيامة هي الخلاص، مش الصلب هو الخلاص، ولكن الصلب هو الطريق إلى القيامة. مش لأنه يا حرام أكل كتل إحنا خلصنا من خطايانا، لا، لأنه كإله نزل إلى الجحيم، حطم أبواب الجحيم، قضى على قوى الشر، بطل الشر سلطان، وقام بين الأموات، إحنا خلصنا. فهنا بمختصر، يعني ياريت إحنا نقدر نحكي ساعات وساعات، بس بمختصر مرينا عبر أسبوع الألام. هلأ بس في نقطة واحدة جت على بالي، اللي هي العلاقة برضو في أسبوع الألام والصلب والخيامة، اللي إذا نتذكر اللص اللي كان على يمين، نعم، اللي شهد لحقيقة المسيح واعترف أول شيء إنه هو إله، وكان هو ندمان على الخطايا تبعته، قال اعترف إنه مستحق للعقاب تبعه، لأنه هو خاطئ بين السيد المسيح كان بار، والمسيح وعده اللي إحنا حتى بنصلي له في فترة أسبوع الألام، وفتحت للص الفردوس، اللص اللي هو كان عمليا زاني وقاتل، عشان هيك هو انصلب. نعم. دخل اول واحد على الفردوس، المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس. هلا اليوم عمليا اليوم بالمعنى تبعنا اللي هو كان يوم الجمعه، واحنا بنعرف اللي حكيته هلا انه المسيح السيد المسيح لسه نزل على الجحيم وقام يوم الاحد، فكيف بكل اليوم تكون معي في الفردوس؟ شو اليوم اللي بيحكي عنه؟ اطلع احنا بعض الآباء القديسين بيحكوا بطريقة رمزية عن أيام الخلق. وفي عنا ترتيلة إن موسى العظيم قد سبق فرسم سريا هذا اليوم، بيحكي عن يوم السابع. هلأ عمليا الله خلق الكون في ست أيام وارتاح في اليوم السابع. لو جينا ننظر لها بطريقة رمزية، وهذا مش إلغاء للخلق ولا التكوين ولا إشي، ولكن ننظر بطريقة رمزية إنه الله استراح، ولكن يسوع بيقول أبي يعمل وأنا أعمل لحد هذا اليوم. فاليوم السادس انتهى مع يوم الصلب، يوم الجمعة. ف
فهذا رمز انه الله بيعدل في الخليقه كلها عماله، وفي الصلب هو عدل الخليقه. اليوم السابع هو اليوم اللي استراح فيه الله في القبر، واليوم الثامن اللي هو يوم القيامه اللي هي الخليقه القادمه، هي رمز لانه اليوم السابع بتخلص هاي الحياه، واليوم الثامن الحياه القادمه اللي هي القيامه. وبالتالي هو بيحكي عن انه اليوم يعني في هذا الوقت لسه في اليوم السادس، لسه احنا اليوم رمزيا انت راح تكون معاد بالفردوس. يعني الله اليوم هي فتره، فتره مش يوم 24 ساعه انت بتحكي. انه كرمز لخلق الخلق واستمرار عمل الله فينا وفي حياتنا، تمنه جهز خلقتنا ووحدها وطورها في يوم الصلب اللي هو اليوم السادس، وفي اليوم السابع استراح، واحنا بنرتل ان موسى العظيم قد سبق فرسم سريا هذا اليوم في قوله: وبارك الله اليوم السابع الذي فيه استراح ابن الانسان، لأن المسيح هو الاستراح في اليوم السابع. يعني هو عمليا كان طول يوم السبت في الخبر. طبعا لا حد حد الصبح فالله استراح. نعم ولكن رمزيا طبعا يعني، بس بس يعني هو الله استراح بالجسد، بالجسد هلا. ولكن في نفس الوقت الله الذي استراح، زي ما احنا نشوف ان السرافين حينما تشاهدوك ارتعدوا في الاعالي مع الاب بالانفصال. اذا الله هو المستريح وهو الذي في القبر وهو الذي في الجحيم، هو في نفس الوقت مع الاب في الفردوس. ففي نفس اليوم اللي مات فيه اللص طلع مع الاب في الفردوس، مع مش يعني مع المسيح في الفردوس، اللي كان في الجحيم وفي نفس الوقت مع اللص في الفردوس. واضحة ولا لا؟ لا واضحة، لكن هي شوية التباس، لأنه أنا متذكر في زي كأنه كان في ترتيب شوية مختلف للأيام، بيحكوا إنه اليوم السابع هو كان طول فترة العهد القديم، وانتهى اليوم السابع بالصلب، وبلش اليوم الثامن اللي هو اليوم الثامن في الأسبوع. السادس انتهى بالصلب. هلا هي السابع الاستراحة، أنا فاهم عليك، والثامن بدأ بالليش اسمه، يعني عمليا كان اليوم السابع، لأن اليوم السابع يوم راحة. فاهم عليك. لا مش يوم حقيقي، هي برضه في رمزية، يعني بغض النظر عن فترة كان يوم كامل ولا مش يوم، المسيح قعد في القبر أزود من يوم. ما عارف، لا لكن شو؟ كرمز إنه ولكن بالضبط الاستراحة، فاهم شو؟ فاليوم السادس اللي انتهى، لأنه اليوم السابع هو يوم الراحة عند الرب. وبالتالي اليوم اللي ارتاح فيه بالقبر، وعمليا هو ما ارتاحش، هو نزل للجحيم. ولكن أنا فاهم، لكن جسديا، لكن يعني كأنه المحطوط في سفر القيامة هو كأنه طبعا عند الله في شيء زمان. طبعا احنا بنحكي عن كان اليوم السابع زي كانه الله كان يعني بالنسبه لله الان خلق الله العالم وفداه واستراح. نعم اليوم السابع كان. نعم اوكي، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافيه، وكل سنه وانت سالم على العيد الاسبوع الجاي نبلش باذن الله. باذن الله.